مواجهة قوية يحل فيها الزمالك ضيفا على نظيره البنك الأهلي تحت شعار البحث عن الفوز الأول. الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ريمونتادا مثيرة على مستوى بطولة الكونفدرالية والفوز برباعية على أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات، ومن ثم يريد الكولومبي أوسوريو المدير الفني استثمار الدفعة المعنوية للاعبين حتى يحقق أول انتصار محلي هذا الموسم ويصل للنقطة الخامسة بعد تعادل مع بيراميدز والمقاولون العرب في أول جولتين. وفي ظل تأكد غياب يوسف أوباما بطل الشباك في اللقاء الأخير بتسجيل هدف والمساهمة في صناعة 3 أهداف و21 تمريرة صحيحة و3 مراوغات ناجحة، وذلك بسبب الإصابة. برضو شوف أوباما نزل قلب كل الموازين في المباراة في الشوط الثاني. من المنتظر أن يعتمد أوسوريو على القوة الهجومية للفريق الممثلة في أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وشيكابالا حتى يشكل ضغطا كبيرا على دفاع البنك الأهلي ويهز شباك حارس مرمى محمد أبو جبل. أما البنك الأهلي بقيادة مديره الفني بابا فاسيليو فهو في موقف لا يحسد عليه بعد الخسارة في أول جولتين من طلاع الجيش وبيراميدز واستقبال 3 أهداف وعدم تسجيل أي هدف، وهو ما يضع الفريق في ورطة كبيرة حال التعثر في لقاء اليوم. ومن المنتظر أن يلعب بطريقة دفاعية حتى يغلق مفاتيح لعب الزمالك ويحاول الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير أو خطف هدف من الهجمات المرتدة في لقاء مثير مرتقب.